في التحليلية. الخليل على خط الاشتباك، الضفة تهشم صورة الأمن الإسرائيلي، ماذا بعد سقوط شماعة اتهام إيران؟ بعد ماراثون تفاوضي، تونس توصد الأبواب أمام صندوق النقد، أي بدائل تمتلكها؟ ترامب يذهب برجليه إلى السجن وتسوية مالية تخرجه، هل يقفل الباب أمام ترشحه؟ في وثيقة اليوم، طمع الأثرياء يحرم المليارات الغذاء، ارتفاع درجات الحرارة يعزز خطر الجوع. وفي قضية اليوم، من كورونا إلى أوكرانيا إلى أفريقيا، التخبط في سردية الغرب، عقم في الحلول أم تراجع أمام تأثير القوى الصاعدة؟ التحليلية تأتيكم يومياً الساعة 5 مساءً بتوقيت القدس الشريف.